قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن من المهم مواصلة جهود السلام لتحقيق رؤية الدولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان. وتزامنت تصريحات غوتيريش بانطلاق ورشة البحرين للإعلان عن الخطط الاقتصادية الأمريكية. من المأساوي أن الحل السياسي لم يتم التوصل إليه بعد، والذي يلبي احتياجات وتطلعات كل من الفلسطينيين والإسرائيليين. أكرر التأكيد على أهمية مواصلة جهود السلام لتحقيق رؤية الدولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن. أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السفير الأسبق زياد المجالي. أهلا بك سيد زياد. في اليوم الأخير من ورشة البحرين، هل أضافت جديدا هذه الورشة؟ في حقيقة الأمر يمكن التفاعلات اللي دارت حولها، وهنا أقصد تفاعلات من الجوانب الرسمية أكثر من تفاعلات من السوشيال ميديا اللي اعتدنا عليها خلال الفترة الماضية، هذه أضاءت، وأتمنى أن تكون أضاءت لواشنطن بأن من الضروري إذا كان كل هذا الحديث عن الاقتصاد والمساعدات والاستثمار، أنا في تقديره هو تفصيل لمحتويات العربة، ولكن الأصل هو أن تضع الحصان أمام العربة حتى تسير الأمام، والحصان في هذه الحالة هو الجانب السياسي وليس الجانب الاقتصادي أو المالي، مع انتقادنا للعديد من ما ورد بما يختص بتفصيلات ذلك الجزء الاقتصادي من الخطة الأمريكية. ولكن الأمور الآن في العلن وليست مخفية، على الأقل هذا الجانب المتعلق في البعد الاقتصادي. نتمنى أن يكون في المرحلة القادمة أيضا في العلن أيضا الجانب السياسي، لأن ذلك هو المقياس الذي سنقيس عليه كل العواصم العربية وخاصة الجانب الفلسطيني، ما إذا كان هنالك تفاعل إيجابي مع تلك الخطة الأمريكية أم أنها ولدت ميتة. نعم، هل يمكن أن يتحقق الجزء الاقتصادي بعيدا عن السياسي؟ في حقيقة الأمر مستحيل، لأنه بالتحصيل النهائي أنت تريد أرضية على أرض الواقع من جانب. من جانب آخر، الجانب الفلسطيني تلقى صفعات أيضا اقتصادية ومالية في المرحلة السابقة. لماذا لم تتوقف عند الأونروا أو عند يعني وقف المساعدات الأمريكية للجانب الفلسطيني، والآن تتحدث عن أرقام متواضعة جدا في البحرين، مع أنهم لم يشاركوا لكن الكل اطلع على تلك الأرقام متواضعة جدا، في حين أنه في الماضي كانت الأرقام تتحدث عن احتياجات كبيرة لرفع سوية الجانب الفلسطيني موازاة لتحقيق البعد السياسي المتمثل في إنشاء الدولة الفلسطينية، لأن هذا هو بيت القصيد وهذا هو الأساس. نعم، هناك تصريحات سعودية تحدثت بأن الخطة يمكن أن تنجح، على ماذا تم الاعتماد؟ في حقيقة الأمر يعني كما الآن استمعنا إلى ما ذكرتيه من حديث الجانب السعودي، ممكن أن تنجح إذا كان هنالك نجاح للبعد السياسي. صحيح قد تكون أرضية يبنى عليها ويقال بعد ذلك أن هذا لا يكفي للشعب، استقل حديثا وأنشأ دولته لينمو بعد سنوات من الضغوطات والصعوبات، أما أن تكون لوحدها العربة لا تسير إلى الأمام بدون الحصان. نعم، ما مدى جدية الولايات المتحدة في تنفيذ وعودها الاقتصادية إن صح التعبير، خصوصا وأن هناك كثير من المؤتمرات قالت ودعمت فقط كان حبرا على ورق؟ وفي تقديري أن هذه أيضا ستكون حبرا على ورق إذا لم يكن هنالك تفاعل إيجابي جاد في التوصل إلى سلام. البعد السياسي هو الأهم في قضية الفلسطينية وليس البعد الاقتصادي. ما المطلوب اليوم بعد ورشة البحرين سواء فلسطينيا أو على المستوى الدولي؟ أنا في تقديري من يمسك في الأمور ما زالت واشنطن. نعم. وربما أن هنالك مطلوب المزيد من الواقعية، وأتمنى أن تكون ورشة البحرين وردود الفعل بشأنها في العواصم العربية المختلفة وتحديدا بالجانب الفلسطيني أن يكون ذلك فاتحة للذهنية الأمريكية أن لابد من طرق الأبواب من زوايا أخرى، ولابد من الانفتاح على الآراء. نحن في الأردن علاقتنا مع الولايات المتحدة جيدة وتاريخية، يجدر بهم أن يستمعوا إلى صوت العقل والحكمة الآتي من عمان. جلالة الملك تحدث مع الكونغرس بهذا الشأن، ولكن أظن أن الإدارة الأمريكية التي تصنع بالتحصيل النهائي القرار عليها الاستماع إلى الأطراف الموثوقة في المنطقة. نعم، حضور الأردن
في ورشة البحرين ربما أوصل دلالات معينة أو رسالة معينة إلى الولايات المتحدة؟ في حقيقة الأمر نحن في الأردن دائما منفتحين، يعني صحيح لنا موقف واضح بما يختص بضرورة التعامل مع البعد السياسي قبل البعد الاقتصادي، ولكن مع ذلك لا نقفل الأبواب. وأيضا كما قال جلالة الملك نحن لا نريد أن نكون خارج الغرفة، وهذا يدل على أننا دائما وهكذا كانت سياستنا، ليس شيء جديد، التفاعل الإيجابي مع كل المعطيات. نعم. ولدينا الشجاعة السياسية أن نحضر في المنامة ونقول هذا لا يعجبنا أو نقول لا، ولكن لا نقول لا ونحن نجلس في عمان، وإنما لدينا الشجاعة أن نذهب ونستمع للآراء ونتفاعل إيجابيا، وما لا يعجبنا نصرح به بشجاعة. باعتقادك سيد زياد، يعني بالنسبة للشق السياسي، هل سيكون يحتاج إلى وقت طويل من قبل الولايات المتحدة لتبدأ به في خطتها؟ الجمود الذي أصاب حقيقة القضية الفلسطينية منذ أن نادينا في 2002 في القمة في بيروت بخطة عربية، كان هنالك جهود متتالية، الرباعية الدولية، كل هذا كان محاولة لإنقاذ ما تم بعد مؤتمر مدريد. إذا أيقنت الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه المنطقة من العالم حتى تكون جزء من الحضارة الإنسانية وقادرة كما كانت في الماضي على أن تكون جزء مهم من الحضارة الإنسانية، فلا بد من إقامة العدل. العدل لا يقوم في هذه المنطقة إلا بتلبية حقوق الشعب الفلسطيني اللي ذكرتها في نشرتك الأخبار. هل من مخرجات اليوم ستخرج من ورشة البحرين؟ مؤكد أن هنالك تصورات يمكن أن ينقلها كوشنر من هذه التفاعلات اللي حصلت من المشاركين، ولكن في تقديري أنها قاصرة حتى في البعد الاقتصادي. لأنها لا تلبي الحد الأدنى للاحتياجات التي مرة أخرى أكرر يجب أن تكون ما بعد الإنجاز السياسي. السيد زياد المجالي السفير الأسبق كنت معنا، شكرا جزيلا لك. أهلين، شكرا.